ما صحة هذه الأحاديث؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحديث في حد ذاته ضعيف السند، ولكن تشهد له الآية الكريمة. لذلك ساقه الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية من باب الاعتقاد به. جزاكم الله خيرا.